شو استاذ بهار؟ شو في عندك اخبار جديده؟ عن شو؟ يعني الجماعه مو ناويين يحطوا لنا مدير جديد ولا مستكثرين علينا؟ طبعا بدهم يحطوا مدير لك عن شو؟ هيك بخلونا بلا مدير معقوله؟ طيب انت دخلك وانت ليش كثير محرقص ومستعجل؟ يعني اذا ضلينا هيك مو احسننا؟ شباب شباب خبر عاجل. خير ابو عزيز بشر. طلع قرار تعيين المدير العام. شو هالحكي؟ مين ولا؟ لا تسألوا مين وقال لك، أخباره موثوقة ومسندة. طبعاً، ليش في شي مرة جبت لكم خبر وما طلع صح؟ هو للحقيقة والتاريخ ما صار هالشي بالمرة. هلأ المهم مين مدير العام الجديد؟ نجيب أبو عجيب. نجيب أبو عجيب؟ أي والله الخبر مزبوط. لا بس وصلت البرقية من ساعتين. صدقيني ما بعرف يا سحر، بس عم بيقولوا انه كان مستشار بهيئة التخطيط، بعدين جمدوه سنتين وهلا عينوه هون. ما بعرف هيك عم يقولوا. مزبوط. عم بيقولوا عنه عقدة تمام وقابضها كتير جد. وانه ما بيضحك الا كل سنة مرة. شافي بالله حظنا شو معتر يا سحر. يلا ستي شو بدنا نعمل؟ الله يعيننا على هيك ورطة. طبعا انا اللي بدي اكلها اكثر شيء لاني سكرتيرته. على كل حال ويني؟ إذا ما عجبني الوضع رح دبر نقلتي من هون فوراً. إيه طبعاً. لكن شو بدي أقعدني؟ ولا همك سحر، شو بيوصلني أخبار بخبرك أول بأول. ماشي. الله معك. نجيب أبو عجيب. إذا كان اسمه مفشكل هيك، هو شلون بده يكون؟ مصيبة يا جماعة، فعلاً مصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله على هالعلقة يلي رح نعلقها. قال بالدوام بالوزارة كانوا يعيروا ساعاتهم على وقت دوامه. صحيح هيك سمعت، بس في مرة قالوا تأخر عن الدوام ساعة. يا سيدي أكيد كان عنده ظرف طارئ لحتى تأخر الساعة. لك لا ظرف ولا شيء، بس لأنه يوميته قدموا الدوام ساعة وحضرت جنابه نسي يقدم الساعة، لذلك تأخر عن الدوام. مزبوط الحكي مزبوط. على هوا ما سمعت قال اجته حالة اكتئاب حادة جدا وضلت معه مدة طويلة من وراء هالقصة. يا حبيبي نقشت معنا. وقال مرة السائق تبعه سهي وقطع إشارة المرور على الضوء البرداني. احزروا شو عمل فيه. ايه شو عمل معه؟ فورا نقلوا على الجزيرة. وقال له يلي بيخالف إشارة المرور مو بعيد يخالف بأشياء تانية، مو بس هيك احزروا شو سوا فيه. وشو عمل له كمان؟ أحاله على لجنة طبية لحتى يدرسوا حالته النفسية والعصبية لحتى يشوف إذا كان في عنده حالات عدوانية ولا لا. منيح اللي ما عمله مجنون لهالمعتر. لا إذا هيك فعلا يا جماعة وقعنا وما حدا سمع علينا. الله يعيننا على هالبلوة ويحمل معنا بجاه الحبيب المصطفى. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال يا شباب بسيطة، شدوا حيلكم ولا تقنطوا من رحمة الله، فلا بد له من أن يجعل لنا مخرجا. آمين يا رب العالمين. آمين.